لازم يوصلها لأصحابها ولازم يرجعوها لإلو اللي صادروها، رجعوها اليوم قبل بكرة. وثم نحن منقلن ومنكرر إنه المطران بده يواصل كل هالمساعدات اللي كانت تطلب منه، لأنه هيدا رسالته وهيدا دوره. ردود فعل غير متوقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلام البطرك الراعي من الديمان، رسالة عالية النبرة من المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان إلى شريك الوطن والعيش المشترك، ماذا جاء فيها؟ يبدو أن كلام البطريرك مربشارة بطرس الراعي اليوم من الصرح البطريركي في الديمان أمام حشد كبير من المتضامنين لم يمر مرور الكرام، إذ توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان لشريك الوطن والعيش المشترك البطريرك الراعي برسالة مفادها أن كرامة الكنيسة من كرامة المسجد، والمسلم والمسيحي شريك وجود ووطن للأبد، وإسرائيل كيان صهيوني مجرم ومحتل وميليشياته العميلة جزء منه ومن كيانه، والإسرائيلي بميليشياته أكبر عدو للبنان وقوة سرطانية يجب تفتيتها وكف يدها عن العبث بهذا البلد. لذلك وبحسب قبلان إن معاداة تل أبيب تعني معاداة عملائها وشبكاتها وخنق وجودها وقمع يدها وماليتها وتأكيد قوانين معاداة إسرائيل بكل ما تعنيه قوانين معاداتها، وأي خطأ بهذا المجال كارثي. قبلان دعا البطرك إلى عدم الانزلاق للعبة عواطف تمزق البلد وتأخذه للمجهول، والجميع تحت القانون شيخ ومطران، وببعد النظر عن المعلومات الأمنية واللوائح الإسمية، المطلوب وفق قبلان حماية لبنان وعدم الرأفة بالمواضيع الأمنية والمصالح الوطنية. توالت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلام البطرك، إذ وجه الصحافي غسان سعود اتهام خطير للبطرك الراعي بعد كلامه في الديمان، حيث كتب على حسابه عبر تويتر: بعد حكي الراعي اليوم مع الطبل والزمر واضح إنهم قرروا يردوا على المسيرات من الداخل، الرد عليهم ما بيكون بقصف عشوائي، هيدي المعركة بدها غرفة عمليات مضادة وخريطة طريق، نص مليون دولار هي نقطة ببحر ما ينفق في البلد دون حسيب أو رقيب أو تدقيق بمصدر الأموال وغيته وأهدافه. على جبهة أخرى، هب بعض النواب الذين ينضوون تحت عباءة البطريرك للدفاع عن موقفه، حيث رفض النائب زياد حواط أي استهداف لدور الراعي الوطني السيادي الذي يمثل إرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين وفق ما كتب على حسابه عبر تويتر. بدوره رأى النائب نديم جميل أن العمالة أصبحت وجهة نظر، متسائلاً في تغريدة: أين العمالة من الذين يجاهرون بولائهم لإيران؟ أين العمالة من الذين يقحمون لبنان في صراعات لا تخدم إلا المشروع الإيراني؟ أين العمالة من الذين يهربون الطحين والمازوت إلى سوريا؟ فكما قال سيدنا البطرك الراعي: ابحثوا عن العملاء في مكان آخر.